السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة مربع المعرفة. في البداية نتمنى من الجميع الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو لكي نتعرف على عدد الأشخاص المهتمين بهذا الموضوع. تشتهر مصر بالحضارة القديمة وتواجد العديد من المعالم الفريدة في العالم بها، بما فيها أهرامات الجيزة وأبو الهول والمعابد القديمة في الأقصر والتي يرجع تاريخها إلى آلاف السنين. وبالرغم من أن تركيز الزيارات السياحية معظمها يمتد على طول نهر النيل والغطس على طول ساحل البحر الأحمر، وتشمل معالم الجذب السياحية الأخرى في مصر رحلات الإبل في جبال سيناء والرحلات إلى الواحات والأديرة القبطية في الصحراء الشرقية، ولكن إليكم أجمل 10 أماكن سياحية في مصر على الإطلاق. مسجد ابن طولون. تم بناء مسجد ابن طولون بين عام 876 إلى 879 ميلاديا، ويعد مسجد ابن طولون واحدا من أقدم المساجد الموجودة في القاهرة. قام ببنائه الحاكم أحمد ابن طولون، وكان حاكما عباسيا لمصر القديمة. تم بناء المسجد حول فناء مع قاعة مغطاة بكل الجوانب الأربعة. تحتوي المئذنة على سلم خارجي حلزوني تشبه المئذنة الشهيرة في سامراء، وتم بناؤه منذ عدة قرون، وقد تم تصوير أجزاء من فيلم جيمس بوند الأجنبي في جامع ابن طولون. تقع جزيرة دهب نحو 85 كيلومتر في شمال شرم الشيخ وخليج العقبة، وقرب الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء. كانت قديما إحدى القرى الساحلية المعزولة، ثم تحولت دهب إلى مكان استرخاء في عام 1980، وتم بناء منتجع رائع بداخلها ومباني سكانية، وتوجد بها العديد من الأنشطة مثل ركوب الأمواج والرياح والغطس والغوص والرحلات، مما يجعلها من أبرز الوجهات السياحية على البحر الأحمر. واحة سيوة. تقع واحة سيوة في الصحراء الليبية، وهي أحد المستوطنات المعزولة في مصر. يوجد بها 23,000 شخص، معظمهم من البربر، وكانت قديما تقع على الطريق التجاري القديم، حيث كانت واحة سيوة مكان حيوي للتجارة، وتوجد بها الينابيع الطبيعية وأشجار النخيل المرتفعة. وفي العقود الأخيرة أصبحت سيوة أحد الأماكن السياحية الحيوية ومصدر للدخل، مما شجع على بناء الفنادق والأنشطة المختلفة بها. المتحف المصري. يحتوي المتحف المصري على ما لا يقل عن 12,000 قطعة أثرية مصرية قديمة، ويعد المتحف المصري أحد أهم مناطق الجذب السياحي في القاهرة، ويحتوي على طابقين أساسيين. يوجد في الطابق الأرضي مجموعة واسعة من أوراق نبات البرد والقطع النقدية المستخدمة من قبل المصريين القدماء، وفي الطابق الأول يوجد القطع الأثرية للأسر المصرية الحاكمة قديما، وكذلك العديد من القطع الأثرية التي أخذت في وادي الملوك وتوت عنخ آمون. وتوجد غرفة ملكية تحتوي على 27 موميا ملكية من العصور القديمة. معبد أبو سمبل. يعد معبد أبو سمبل، وهو موقع أثري قديم يضم اثنين من المعابد الصخرية الضخمة في جنوب مصر على الضفة الغربية لبحيرة ناصر، وتم بنائه في عهد الفرعون رمسيس سنة 1960 قبل الميلاد. تعرض معبد أبو سمبل للانغمار في بحيرة ناصر بسبب بناء السد العالي في أسوان، ولكن تم إنقاذه، ولا يزال معبد أبو سمبل
واحدا من أهم مناطق الجذب السياحي في مصر. وادي الملوك. يقع وادي الملوك بالقرب من مدينة الأقصر، ويوجد منذ 5000 سنة في القرن 16 قبل الميلاد، حيث تم تشييد مقابر للملوك والنبلاء في عصر مصر الحديثة. يحتوي وادي الملوك على 63 مقبرة وغرفة، ويتراوح حجمها من الحفر البسيطة إلى المقابر الكبيرة وأكثر من 120 غرفة. وتم تزيين المقابر الملكية بالكتابات الفرعونية حول الأساطير الفرعونية والمعتقدات والطقوس الجنائزية. رحلة في نهر النيل. من أكثر المناطق السياحية شهرة في مصر هو عمل رحلة في نهر النيل. يعد نهر النيل شريان الحياة لمصر منذ العصور القديمة، وغالبا ما تمر كل السفن السياحية المصرية على طريق الأقصر وأسوان، فهو طريق آمن وبه مناظر طبيعية خلابة، ويمكنك أخذ فلوكة والاستمتاع بالمغامرة الرائعة. وتعد الفلوكة قوارب صغيرة تستخدم على ضفاف نهر النيل منذ العصور القديمة، وتم تصميمها منذ آلاف السنين. ساحل البحر الأحمر. هو واحد من أفضل السواحل الموجودة في العالم، وتشتهر مياه البحر الأحمر بوجود المناظر البحرية الخلابة، ويمكنك أخذ فسحة لمشاهدة تشكيلة واسعة من الشعاب المرجانية، فهو موطن آلاف الكائنات البحرية المختلفة. ويقع على البحر الأحمر العديد من المنتجعات السياحية على جانبي البحر وشبه جزيرة سيناء ومدينة شرم الشيخ وجزيرة دهب. معبد الكرنك. يعد معبد الكرنك من أكثر الأماكن تأثيرا في مصر، وهو من أكبر المواقع الدينية القديمة التي تم بناؤها منذ العصور القديمة. ويتكون معبد الكرنك من 3 معابد رئيسية، وهي المعابد المغلقة الصغيرة والعديد من المعابد الخارجية التي تقع على بعد 2.5 كيلومتر شمال الأقصر. ويوجد به قاعة الأعمدة وصالة تبلغ مساحتها 5000 قدم مربعة، وحوالي 134 من الأعمدة الضخمة مرتبة في حوالي 16 صف. أهرامات الجيزة. تقع أهرامات الجيزة في المنطقة القريبة من ضواحي جنوب غرب القاهرة، وهي من أشهر الأماكن السياحية في مصر. وتم بناء أهرامات الجيزة على 3 أجيال بواسطة كل من خوفو وابنه الثاني خفرع والثالث منقرع. ويعد الهرم الأكبر خوفو، ويبلغ حوالي 139 مترا من الارتفاع، مما يشكل أكبر هرم في مصر. أنت ما زلت معنا حتى الآن؟ إذن يا صديقي، فأنت مهتم بما نقدمه من موضوعات مثيرة ومشوقة. لا تبخل علينا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وبالتأكيد فعل خاصية الجرس ليصلك جديدنا من الفيديوهات المثيرة والمشوقة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.